السلطة قائم ولا يحتاج لخبرات أجنبية للتأكد منها. أنا لا أعبر عن أي اهتمام للتصريحات البروتوكولية والمناسبتية. شغور السلطة أو عدم شغور السلطة هو شأن داخلي جزائري صرف، وآل مكة أدرى بشعابها. أهل الجزائر يعرفون كامل المعرفة أن الرأس لا يرأس، والحكومة لا تحكم، والمؤسسات لا تؤسس لما فيه الصالح العام،